العدسات التجميليه او الفينيرز دي احدث طريقه لتجميل الاسنان. دي بتبقى عباره عن عدسه زي اللانسز بتاعت العينين بالظبط. دي عدسه احنا بنصنعها عندنا في المعمل بتاع الاسنان وبتتلزق على سطح السنه الخارجيه، وتقريبا بتبقى بتتعمل من غير ما نضطر نبرد اسناننا. حالات بسيطه جدا اللي بنحتاج نبرد منها جزء من السنه عشان نعرف نعمل لها التجميل بتاعنا، وبتتعمل مع بعض بحاجه اسمها تصميم ابتسامه، بحيث ان يبقى فيه في الاخر الفينيرز محطوطه جنب بعضيها وبتديك شكل ابتسامه جديده، وبتديك طبعا لون جديد للاسنان اللي هي احد الطرق لحاجه اسمها الهوليوود سمايل، مشهوره جدا ان الضحكه تبقى حلوه وان الابتسامه تبقى شكلها كويس وجديد.